كانت العودة لمزوينة هي وليدة. واحد النهار يعني تصبحت ما كايناش، كون شتي الحالة ديالها تقولي أمه ذبحت وولدها كيبكي عليها. اللي كون شاف ديك اللحظة انتي تبكي، يعني عودة اشنو دارت ليهم؟ والو. لكن كنتمناو من السلطات يحيدوا علينا هذا الشيء، هنا راه بزاف. اليوم ذبحت عودة، غدا يتذبح بنادم، بزاف علينا هذا الشيء. نتمناو من السلطات يحيدوا علينا هذه الزبالة، هذه الزبالة راه قدرت تقتل أي واحد. يعني بزاف د الحوايج كيطراو هنايا، تا واحد ما كيجيب لهم الخبار. ها عودة ذبحات وما تا واحد ما عرفها، كانت حية، يعني كانت كتاكل وهي وليدها، والغد صبحت ميتة. هذا هو الرابع في الخيل اللي كيطرى لهم هذا المشكل هنايا. يعني ما عمرنا حنايا نقدروا بنادم يكون تذبح وما شفناهش. وحده هرسوا لي عنقرتها كيوكلوها على الناس، حتى ماتت. ايوا شنو اللي غنقول لكم انا؟ انا جداها بنيتي، وعندو مسكينه ديك العوده شوي، عندو جوج وليدات بنيتي، وشوي اختي كيداروا لهاد العوده، ذبحوا صبحوا ذابحين، وصار جا مسكين بغا يدير 14، هرسوا بعد المار الاولى الصباح من عنقرتها، من هنا كاع مهرسينا، الصباح قالك جا مي بغا يجيب لي سطات، يعني ما بغا يديها يتزق لا لا صافا مسكين. اي الله يلا محمد رسول الله. شي نهار هاي شي نهار سيبو شي ثاني شي راجل وشي مرا ما يقدر هنا، خاص يديروا حل، خاص يديروا حل هاد الحفره. عباد الله راه في الليل راه ما تقدريش تخرجي هنا، ما تقدريش من هنا تخرجي. والله الله يلا محمد رسول الله، ديروا حل، ديروا حل، يديروا انت الحل هاد الحفره. راه شي نهار سيبو ثاني بنادم، بنادم ما يقدر هنا. ديروا له شي حل اختي، راه الله يلا محمد رسول الله. شوف هاد الحاله ديك عاودة اختي كاع بقات فينا وكلشي يبكي عليها. وعندو جوج وليدات مسكين خدام عليهم، ورايتي مسكين عندو خوتو خدام على مويمتو. واش غنقول لك بنيتي، حل حل خاصو يديروا لهاد الحفره. شي نهار يصبح شي واحد ثاني ميت كيما مات هاد العوده غادي يموت، يديروا حتى بنادم صبح ميت هنا. انا الصديق ديال هاد السيد عبد القادر والدار هنا اللي كنت معاه من الطفوله 13 عام، اللي داروا في هاد الجريمه اللي ما حاليا بقى ما عرفتش شكون. تعداو عليه وعندو جوج وليدات وكيسترزق عليها الله، جاو داروا لي هاد الروينه وحاليا بقى مصدومين وحق الله بزاف. جات السلطات اختي داروا الابحاث ديالهم وريناهم العوده، شافوا العينة كيفاش مذبوحه كيفاش ميته، ونتمناو منهم ياخذوا الحق ديال هاد السيد. دار شي 4 سنين ولا 5 سنين بقاو راضي في ديك البركاسه اللي كنا كتشوف، يعني راه بزاف. ملي لقاو دري صغير ولقاو عوده ميته راه غدا وبعد غدا ما عرفتش اش غيوقع. يعني راه بقينا ساكنين هنا في منطقه متحضره، بحال ولينا مساكنين منطقه متاخره بزاف. تسمي يديروا معنا حل في هادشي اللي واقع هنا. ملي تكون داركم قريبه لهادشي وكتسمعي راه عاوده داروا لهاد الحاله بلا ما يحسوا، جا الصباح لقاها مذبوحه وربع سنين كتبقى دري مليوح في بركاسه، شنو بقى؟ راه تولي تخاف على والديك وعلى ولادك اختي. هاد المنطقه كنعانيو منها بزاف، هاد الزبال هادي وهاد الحفره بالضبط بالضبط. كنطلبوا من مجلس المدينه والناس المسؤولين يعملوا لنا حل هاد الحفره هادي، راه ولات خطيره حتى على وليداتنا. ومادام ولاو وقعوا فيها كوارث الا راه خافوا حتى على روسنا حنايا وخافوا على وليداتنا. الله يجازيكم بخير، كنطلبوا من مجلس المدينه المسؤولين على مدينه المحمديه يتفاهمونا وهذا الوضع هذا ويعملوا لنا شي حل لهذ الحفره هذه. الله يجازيكم بخير. من ناحيه ثانيه ديال الزبال، هاد البركاسه ديما قاده والو، انه كيجيو الناس كيلوحوا الزبل كيلوحوا ثاني في جنبها، دري وليدات صغار ما كيوصلوش ليها، خاص على الاقل واحد ربعه ديال وهذا الشيء راه باين وواضح. الانسان خصو يجي يشوف بعينيه راه غادي يعرف كل شيء اللي كاين هنا. اي واحد من المسؤولين من المجلس البلدي الا جا وشاف هنايا غادي يتفاهم الوضع وغادي يعرف شنو واقع هنا. ما دامت الامور هنايا متفاقمه ولات خطيره. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.